السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الذي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن ولذكر الله أكبر 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 والله يعلم ما تصنعون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا
جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والأرض والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خ
خاب من دسا صدق الله العليم العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين 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 يا مجيب السائلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.